أهلا بكم مشاهدينا. بجهود حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تسعى البحرين إلى أن تكون أحد المراكز الاقتصادية الهامة في المنطقة والعالم، وهو ما ينعكس في الجهود التي يبذلها مجلس التنمية الاقتصادية وبتوجيهات من سموه لاستقطاب كبرى الشركات في مختلف المجالات. بالأمس كانت البحرين مع إعلان جديد تمثل بافتتاح المقر الإقليمي لشركة أمازون لخدمات الإنترنت كأول مركز إقليمي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الدولية في الاقتصاد البحريني ولما تتمتع به البحرين من بنية تحتية وقوانين متطورة وكوادر وطنية عالية التأهيل. سعياً لتنويع مصادر الدخل وتنفيذاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 في جعل القطاع الخاص محركاً أساسياً في الاقتصاد الوطني بالشراكة مع القطاع العام، تعمل الحكومة من خلال مؤسساتها الاقتصادية المختلفة على استقطاب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في البحرين، يساندها في ذلك بنية تحتية قوية وقوانين وتشريعات متطورة إلى جانب كوادر وطنية عالية التدريب والتأهيل في مختلف المجالات. وتنفيذا لهذه السياسة تم الإعلان عن المقر الإقليمي لشركة أمازون في البحرين لخدمات الإنترنت الحوسبة السحابية كأول مركز إقليمي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويأتي هذا الإعلان لما تتمتع به البحرين من بنية تحتية للتحول نحو اقتصاديات المعرفة والبيانات، ونتيجة الجهود التي قام بها مجلس التنمية الاقتصادي بتطوير علاقته مع شركة أمازون لخدمات الإنترنت، وسعياً إلى البحث عن هذه النوعية من الاستثمارات واستقطابها إلى البحرين بهدف تقديم الأعمال التجارية بأعلى المستويات وتقديم فرص واعدة للاستثمار في الشرق الأوسط. وبذلك تصبح البحرين واحدة من أولى الدول في العالم والأولى على مستوى المنطقة في اعتماد ما تعرف بسياسة الحوسبة السحابية ونقل البيانات الحكومية إلى أنظمتها، وسيساهم في الاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد البيانات، خطوة كبيرة ضمن خطوات متتالية يرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إيمانا من سموه بقدرة البحرين على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة خصوصا في المجال التكنولوجي وخدمات البيانات، والتي تعتبر النفط الجديد لما يمكن أن تحققه من عوائد مالية وفرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية. أهلا بكم من جديد. يسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الأستاذ خالد الرميحي. أهلا ومرحبا فيك أستاذ خالد. الله يحييك. الله يسلمك. وأيضا أرحب بضيفي من موقع انعقاد المؤتمر بالمنامة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الأستاذ محمد علي القائد. أهلا ومرحبا فيك. أبدأ مع الأستاذ خالد. أستاذ خالد، عمل مجلس التنمية الاقتصادي وبتوجيهات من سمو ولي العهد
على استقطاب الاستثمارات الكبرى بهدف تنويع مصادر الدخل. إلى وين وصلتوا في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً أحب أشكر تلفزيون البحرين على استضافتي اليوم في هالبرنامج. إذا نتحدث عن وين وصلنا كمجلس التنمية على استقطاب الاستثمارات، انتهينا في سنة 2016 في استقطاب ما يقارب من 290 مليون دولار من استثمارات من خلال مجلس التنمية الاقتصادية، من خلال تقريباً 40 شركة، وخلقت تقريباً 1700 وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة. فإلى حين نهاية أغسطس وصلنا، تعدينا هالرقم، ونتوقع أنه يكون رقم قياسي بالنسبة حق مجلس التنمية الاقتصادية. نتوقع أنه إلى الآن إلى نهاية أغسط المبلغ وصل إلى 330 مليون دولار، يعني تقريباً ارتفاع 15 إلى 20% عن العام السابق. نتوقع طبعاً أتى من 53 شركة، منهم شركة ماستر كارد، شركة أفايا أعلننا عن افتتاح مكتبها مؤخراً، وهذه بدون الذكر شركة أمازون، هاي بدون ما نحتسب، هاي بندخل في الموضوع، وخلق تقريباً 2700 وظيفة. فيعني لله الحمد، ونشكر الحكومة الموقرة وسيدي صاحب السمو ولي العهد على الدعم بدون حدود، ولكن نتوقع أن هالسنة تكون سنة قياسية بإذن الله تعالى. أنتقل لك أستاذ محمد، ليش البحرين يتم اختيارها حتى تكون مركز إقليمي للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا؟ لماذا البحرين بالذات يتم اختيارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية نتوجه بالتهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة. طبعا مملكة البحرين اختيارها في يعني لوجود هذا المركز الإقليمي الكبير هو نقلة كبيرة جدا، وراح تحقق قفزات كبيرة لمملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات وفي مجال استقطاب كبرى الشركات. مثل ما نعرف التقدم التقني الكبير الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال تقنية المعلومات والبنية التقنية التحتية المتقدمة والمتطورة التي حصلت على إشادة كبيرة من كافة المنظمات الدولية وبالأخص منظمة الأمم المتحدة، كل ذلك أعطى ثقة كبيرة لدى الكبرى الشركات الدولية في اختيار مملكة البحرين بأن تكون مركزاً لعملياتها. هذا طبعاً يعتبر نجاح كبير لسياسة الحكومة الرشيدة في استقطاب كبرى الشركات وتنويع الاقتصاد، وهذا أيضاً دليل على تقدم التشريعات في مملكة البحرين التي تساعد هذه الشركات في القدوم إلى مملكة البحرين، وأيضاً مساعدة حكومة البحرين وتعاونها مع هذه الشركات في تطوير تشريعاتها وتطوير سياساتها. على سبيل المثال طبعاً سياسة الحوسبة السحابية أولاً التي أطلقت مؤخراً كانت أيضاً من أسباب اختيار شركة أمازون لمملكة البحرين. إضافة إلى ذلك طبعاً سهولة تأسيس الشركات، الإجراءات اللي قامت بها مملكة البحرين بتسهيل فتح الشركات والإجراءات الشفافة والسهلة التي تساعد مثل هذه الشركات لفتح مقر لها في مملكة البحرين. طيب أستاذ خالد، في هذه الجزئية ما أهمية هذا الإعلان وانعكاساته أيضا على الاقتصاد الوطني في المستقبل؟ لا يتخيل لي أنت في المقدمة، أفتكر كان في مونتاج وفي صورة حق خارطة إذا لاحظوها المشاهدين، تبين المراكز البيانات اللي موجودة حول العالم لأمازون، وبتلاحظ أن في فراغ كبير في أفريقيا والشرق الأوسط، لا يوجد مركز بيانات لا في قارة أفريقيا ولا في منطقة الشرق الأوسط. فإن مملكة البحرين تكسب استثمار بهالحجم من شركة عملاقة مثل أمازون، هذه مكسب للمنطقة بالكامل، ويحط البحرين على خارطة القطاع التكنولوجي ويجذب انتباه الشركات العالمية. طبعا الاستثمار، وإحنا ما نقدر نذكر حجم الاستثمار، هم شركة أمازون تفضل أن هذه يكون شيء سري، ولكن مثل ما تتوقع يكون يعني استثمار كبير، ما بنقول بالملايين، بمئات الملايين. المردود اللي بيكون على مملكة البحرين غير سمعة شركة واختيارها للمملكة،
هو أيضا بغض النظر عن حجم الاستثمار وترفق الأموال إلى المملكة، هو خلق وظائف مو بس إلى المركز البيانات اللي بينتج في البحرين أو اللي بيكون موقع في البحرين، بس إلى الشركات اللي بتتبع أمازون اللي بتخلق وظائف ذو جودة عالية ذو رواتب عالية. احنا أملنا طبعا أن يكون المواطن هو المستفيد الأكبر لكسب هذه الوظائف. وأمازون أيضا بدأت برنامج مع مؤسسات لتدريب وتأهيل المواطنين ليكونون مهيئين لكسب هذه الوظائف. هم ذكروا أن من خلال خبرتهم في دخول إن كانت الولايات المتحدة أو الصين أو الهند، اكتشفوا أن هناك وظائف تخلق، بس نحتاج إحنا كبلد نهيئ الشباب والشابات أن يكونوا يعني مؤهلين لهذه الوظائف. فيتخيل لي تدفق الأموال، حجم الاستثمار وخلق وظائف، هاي بتكون الفائدة إلى المملكة. وهي فائدة كبيرة جدا أكيد، مو هي بسيطة. طيب هذه في الجانب الاقتصادي. أستاذ محمد، في الجانب التقني، أنت ذكرت أن هناك بنية تحتية في البحرين قوية في الجانب التقني. هل راح يضيف وجود شركة أمازون اليوم أيضا على البنية التحتية في الجانب التقني؟ بالطبع أخوي، مثل ما نعرف أنه يعني شركة مثل شركة أمازون حتى تبدأ فتح أي إقليم راح تبني بداية 3 مراكز للبيانات. أقل يعني طاقة استيعابية للمركز البيانات راح يكون 300,000 مزود. هذه الطاقة الاستيعابية الكبيرة طبعا أولا دليل على نضج المنطقة وتقدمها وإمكانية أنه استيعاب مثل هذه الطاقة، لكن أيضا راح يجي يعني يجلب حركة كبيرة للبيانات وتدفق كبير للبيانات للمنطقة وبالذات لمملكة البحرين. راح يخفض أسعار الإنترنت بشكل كبير جدا. خطوط اللي تربط مملكة البحرين بدول المنطقة وبدول العالم، مثل ما نعرف احنا في السابق ربما الخطوط تركيزها كان بشكل أكبر أن هي تربط البحرين بالمراكز العالمية مثل أوروبا وأمريكا. وجود البحرين أن هي تكون مركز إقليمي راح يزيد من سرعة الإنترنت مع دول المنطقة، فأيضا تبادل البيانات مع دول المنطقة يعني سرعتها راح يزيد. مثل ما نعرف طبعا الأنظمة التقنية الموجودة اليوم، استخدام الحكومات والشركات للحوسبة السحابية من مملكة البحرين راح يخفض تكاليفها بنسبة أقلها 30% وتصل إلى 90%، مثل ما شفنا في تجربتنا في نقل عدد من الأنظمة الحكومية، خفضت من تكاليف الحكومة بشكل كبير جدا في نقل هذه الأنظمة إلى شركة أمازون. طيب أستاذ خالد، أنت أشرت في كلمة لك في المجال التكنولوجي وخدمات البيانات، قلت بأن هذه الخدمات اليوم تعتبر هي النفط الجديد للعالم. شنو العوائد اللي راح تدخلها لنا يعني في البحرين؟ طبعا أنا ذكرت بسبب معين، وهذه شيء يعني مصطلح معروف. اليوم البيانات هناك عدة أمثلة لشركات عملاقة، نذكر منها أوبر، نذكر منها اير بي ام بي، عملاقة أدرجت على البورصات وثمنها بالمليارات، ولكن لا تملك أي موجودات. أوبر تشبك المستخدم مع السائق وهو كلها معلومات عن الزباين، عطتها الفرصة أن تخلق هالمنظومة وتكسب من وراها مبالغ باهظة. فالمعلومات اليوم تلعب دور أكبر من أي وقت شفناه في السابق. فالمعلومات أصبحت مثل النفط، وإذا قدرنا إحنا نشابه بين النفط، مثل ما محطة التكرير تأخذ هذه المعلومات وتكررها وتعطيها مرة ثانية إلى المستخدم، اليوم مركز البيانات هو ممكن يلعب نفس الدور. فمثل ما البحرين بدأت في الثلاثينات في أول مركز للتكرير، إحنا اليوم هاي الزمن يعيد نفسه، وممكن اليوم إحنا عندنا محطة جديدة للمستقبل الجديد، المستقبل الرقمي المعرفي، الاقتصاد المعرفي، هي تكرير المعلومات. فيتخيل لي بتكون فوائد كبيرة، فوائد لأن مثل ما محطة التكرير كانت فيها شركات عديدة، أما بنوها المواطنين شركات خدمة هذه المحطة التكرير، اليوم في فرص كبيرة في التدريب، في تحليل التعامل مع شركة أمازون. أمازون تعتمد على شركاء صحيح. في السوق ممكن يخدمونها لتكملة
الاقتصاد والخدمة اللي هم يقدمونها، ويتخيل هذه فرصة كبيرة للشركات المحلية أن هي تستفيد من هذا الاستثمار. إذن هو النفط الجديد في البحرين؟ أنا أعتقد أنه هو النفط الجديد للعالم كله، والأمثلة تبرهن هالشيء. طيب أستاذ محمد، خلني أعرف الدور اللي قامت فيه هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تنفيذ هذا المشروع، شو اللي قمتوا فيه أنتوا كهيئة؟ طبعا احنا تشرفنا بتكليفنا بان احنا نكون ضمن الفريق الوطني المكلف بالتفاوض مع الشركه والعمل على تذليل كافه العقبات واستكمال التجهيزات المطلوبه لحضور الشركه الى مملكه البحرين وفتح مقر لها. الهيئه طبعا عملت في كافه المراحل من التفاوض مع الشركه ما يتعلق مثلا بالجوانب التشريعيه، مراجعة القوانين التقنية ومدى جاهزيتها لفتح الشركة في مملكة البحرين، المساعدة في تطوير هذه القوانين، عمل التغييرات اللازمة، السياسات مثل ما قلنا إطلاق سياسة الحوسبة السحابية أولا، إضافة لذلك عمل دراسات الجدوى لمدى الحاجة يعني الأنظمة التقنية وجاهزية الجهات الحكومية والشركات الشبه الشركات الحكومية والجهات شبه الحكومية بالاستفادة يعني خدمات السحابية. كل ذلك طبعا قمنا بدراسات الجدوى وبينت كل الدراسات أن في هناك حاجة ويعني قدرة الحكومة على أخذ عدد من الأنظمة مع شركة الأمازون. إضافة لذلك طبعاً قمنا بتدريب عدد من الكوادر والمساعدة في يعني عمل اتفاقيات مع عدد من المعاهد التدريبية لأنها تكون جاهزة حتى تدرب الكوادر البشرية حتى يكون الشركة مع انطلاقها هناك عدد من الكوادر اللي تساعدها في تقديم الخدمات المطلوبة. طيب أستاذ خالد، في هل الجزئين تذكرتنا هناك أمثلة كثيرة اليوم، لو تعطينا من هذه الأمثلة اللي موجودة حتى المشاهد يكون في الصورة عن كمية الاستفادة إذا كانت في دول فعلا بدأت واستفادت استفادة كبيرة جدا من هذا الجانب ومن هذا المجال. أبسط مثال أمريكا، لما ننظر إلى كاليفورنيا ننظر إلى الشركات الرائدة. أعطيك مثال بسيط معروف للكل، شركة إنستغرام. شركة إنستغرام اللي الكل يعرفه في البحرين ويستخدمها. هذه شركة صغيرة بدأت لأن تصور عدد الصور والأفلام اللي بتخزن واللي إحنا ما ندفع عليها شيء وممكن استرجاعها بشكل بسيط، تستخدم مركز بيانات لتخزين هذه الصور واسترجاعها للمستخدم في عدد ثواني. لولا وجود مركز بيانات إن كان أمازون وفي شركات منافسة مايكروسوفت وجوجل، لما استطاعت شركة إنستغرام، وشركة إنستغرام تستخدم شركة أمازون يعني، وهو مثال حي. فبيساعد شركات صغيرة على التوسع بشكل كبير تكبر أكثر. وتوفر المبالغ اللي يعني لولا وجود مركز البيانات تحتاج أنها تستثمر مبالغ كبيرة. فهذه مثال بسيط، فإحنا في نظرنا هذه الخطوة أيضا ممكن تساعد ريادة الأعمال على شركات صغيرة ومتوسطة تقدر من خلال استخدام مركز البيانات وأمازون تدفع على استخدامك حتى بالثواني. يعني ممكن تدفع أقل من الدولار على الثواني لاستخدام هذا المركز لتخزين البيانات واسترجاعها. فبيساعد على شركات ريادة الأعمال أن هي تقدر توسع بشكل كبير وتماثل نظيرتها اللي في القرب وتخلق شيء يستخدم حول العالم بدون ما يكون عندها مبالغ باهظة. فيعني تخيل لي هناك أمثلة وإنستغرام إحداهم على المنفعة من هذا الاستثمار ومن الحوسبة السحابية. طيب ينضم لي الآن عبر الهاتف من المنامة أيضا خبيرة أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني الدكتورة عائشة أبو شقر. دكتورة أهلا ومرحبا فيك. يا مرحبا فيكم. دكتورة احنا يعني نتحدث عن هذا المشروع ونتحدث عن الحوسبة السحابية. نعم. أكيد كثير من اللي قاعدين يتابعون الآن الحلقة يسألون عن هذه المصطلح، مو بعارفين شنو ذي المصطلح. فممكن بتبسيط للجمهور ماذا يعني هذا المصطلح وما هي استخداماته؟
الحوسبة السحابية باختصار هي عبارة عن مثل ما احنا نقول تخزين أو توفير خدمات إلكترونية افتراضية. بمعنى آخر أن الموارد تكون افتراضية، مثل خلينا نقول التطبيقات اللي تستخدم لقواعد البيانات، التطبيقات اللي تستخدم للسيرفرز اللي هي الحواسيب الخادمة وغيرها من التطبيقات، تكون بشكل افتراضي وليس شكل ملموس. هذه النوع من الخدمات لما تتوفر لي على السحابة اللي هي الانترنت بمعنى آخر، يكون توفر ذي الخدمات عند الطلب على شكل باقة للمستخدم، فبالتالي يكون هي توفر على المستخدم الوقت وتكون سرعتها فائقة، وتوفر أيضا في السعر من أن الواحد يقتني هذه الأدوات أو هذه الحواسيب بشكل فيزيكال اللي هو بشكل خلينا نقول الهاردوير. جميل. طيب أنت كخبيرة لأمن المعلومات، نعم، ما هي درجة الحماية اللي توفرها هذه الخدمات للمؤسسات والشركات؟ يعني كثير من الواحد يتساءل أنه والله أنا ممكن يتم الاختراق، تنخذ المعلومات، تتسرب هذه المعلومات، هل هناك حماية؟ بالطبع الحماية في الشركات الكبيرة مثل أمازون ويب سيرفيسز تكون بدرجة كبيرة جداً، لأن هم يوفرون نوع من الخدمات تكون ذكية يسمونها intelligent threat detection. يعني هم بمعنى آخر ممكن أن هم يتنبؤون بوقوع هذه الكوارث، نسمح احنا نقول disasters أو incidents اللي هي هذا النوع من الهجمات، قبل لا يتم وقوعها أساسا. يكون عندهم detectors، نوع من البرامج اللي تنبههم لحدوث أي شيء غير طبيعي في اللي هو الشبكة مالتهم. جميل. شيء آخر أيضا عندهم نوع من الباكاب اللي هو عندهم تخزين لأي حادث ممكن يكون في المستقبل، يرجعون لك بياناتك كاملة بطريقة سليمة ومن غير ما يكون أي خلل فيها. لا ننسى أن إحنا الحين ودول العالم كلها نحاول أن إحنا نتقدم في التكنولوجيا ونتطور إلى المدن الذكية، والمدن الذكية أحد الأشياء الأساسية فيها هي الحوسبة السحابية. وعلى الصعيد الآخر يكون حماية أمن المعلومات في الحوسبة السحابية وفي إنترنت الأشياء. فالنوع من يعني هذا النوع من الحماية في الشركات الكبيرة مثل أمازون يكون على مستوى عالي جدا. طيب هل يمكننا دكتورة أن احنا نعتبر الحوسبة السحابية الآن هي بديل عن السيرفرات الموجودة في بعض الشركات أو في الشركات؟ يعني لها ايضا علاقه بالامن والحمايه، لان الحين هذا التوجه عالمي، الكل قاعد يتوجه الى الحوسبه السحابيه. نفس ما ذكرت في البدايه ان هي توفر في السعر وتعطي خدمات سريعه وفائقه ايضا في السرعه، مو بس سريعه، بالاضافه الى توفير قواعد بيانات ضخمه لتخزين البيانات. فهذا يعطينا احنا نفس ما نقول فرصه اكبر، ويكون الاستفاده للمستخدم اكبر لو هو تحول إلى الحوسبة السحابية. خبيرة أمن المعلومات والفضاء الإلكتروني دكتورة عائشة بوشقر، شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى أستاذ محمد القائد، وخلنا في الجانب العملي أكثر. كيف ممكن اليوم الجهات الحكومية أو شبه الحكومية أن تستفيد من هذا المشروع؟ طبعا مثل ما نعرف انه يعني المشاريع التقنيه الضخمه تحتاج الى دوره طويله جدا عشان انا اجهز الامور التقنيه واشتري العتاد والبرمجيات والانظمه واضبطها. الدوره عاده في المشاريع المعقده تاخذ ما بين 18 شهر الى 24 شهر. ممكن اختصار كل هذا الوقت من خلال وجود الحوسبه السحابيه بان اجهز البنيه التقنيه اللازمه لوضع الانظمه الحكوميه او شبه الحكوميه عليها خلال أسبوع إلى 4 أسابيع، فبالتالي تقليل التكلفة بشكل كبير جداً، ما أحتاج مبالغ رأس مالية، مجرد الاستخدام. بالتالي راح يعطيني سرعة أكبر، راح يعطيني تكلفة أقل، ما أحتاج مبالغ رأس مالية، وأيضاً الموارد هذه موجودة وقت الحاجة لها. وجدنا على سبيل المثال معظم المواقع الإلكترونية أحتاج أن أنا أجهز لها حوالي 3 إلى 5 مزودات، تكلفة كبيرة جدا تتراوح ما بين 25 إلى 50 ألف، فترة طويلة جدا حوالي سنة لسنة ونص إلى سنتين. استطعنا من خلال نقل عدد من المواقع الحكومية حوالي 20 موقع
مئة مزود كانت تقوم بدعم هذه المواقع الحكومية، نقلناها خلال أسابيع معدودة بمبلغ يعني صفر، ما استثمر أي مبالغ، ووفرنا 90% من المبالغ المطلوب أن احنا نستثمرها في توفير المواقع. اللي اكتشفناه أن معظم هذه المواقع وقت اللي ما تستخدم ما ندفع عليها، فبالتالي أنا اليوم ما قاعد أدفع أي مبالغ للمواقع الحكومية اللي ربما ما عليها استخدام في أوقات معينة، وقت اللي يزيد عليها الاستخدام ندفع للأيام أو الأوقات اللي فيه عليها استخدام. بالتالي ممكن لمملكة البحرين أن هي تستمر في ريادتها في مجال تقنية المعلومات لأنها تستطيع تقديم خدمات أسرع، وأيضا الوزارات الحكومية تستطيع أن تكون متجاوبة أكبر مع تطلعات القيادة في المشاريع والخطط الانمائية أن هي تقدمها بشكل أسرع، لأن معظم الخطط الانمائية تحتاج إلى أنظمة إلكترونية حتى تقدمها. بالتالي سرعة تقديم الخدمات راح يكون في انعكاس كبير جدا على الخطط الانمائية والخطط الاقتصادية في مملكة البحرين. جميل. طيب استاذ خالد، يمكن ذكر الاستاذ محمد ان البنى التحتيه تم العمل عليها، هي جاهزه بشكل كبير، لكن سؤالي لك، هل البحرين مؤهله بشريا للمساهمه في مثل هذه المشاريع؟ هل هناك كوادر جاهزه للعمل في هذه المشاريع الان؟ اتوقع ان احنا ممكن نكون جاهزين في خلال اشهر. احنا الحمد لله عندنا البحرين دائما نتكلم عن الكوادر البشريه وان قوه المملكه هي في الكوادر البشريه، واعتقد اليوم امازون ذكرت لنا ان اللي سجلوا حق برنامجهم التعليمي AWS Educate تعدى 1600 شخص، اكثر من اي موقع ثاني في العالم، اكثر من الصين، اكثر من الهند. هذه يدلك على رغبه الشباب والشابات ان يلتحقون يحصلون التاهيل التدريبي ويكونون مؤهلين لهذه الوظائف. فالتدريب هو يعني لمده قصيره، لمده 3 أشهر، وبعدين تحصل شهاده تاهلك ان تكون certified على المؤهلات اللي يحتاجونها AWS. فالبحرين مؤهلة، نحتاج طبعا ان احنا نقدم برامج تدريبية متنوعة، وتمكين الان هي مستعدة ان هي تدعم الشباب وتعطيهم يعني حتى تدفع ثمن التدريب عشان تأهل الشباب انهم يكونوا مدربين مؤهلين. فالنية موجودة، يتخيل الكوادر موجودة، ويتخيل لي خلال اشهر ان شاء الله باذن الله نقدر نبرهن لشركة شركة أمازون أن المؤهلات موجودة. جميل. أستاذ محمد، في هالجزئية شو اللي ممكن اليوم يعني يعني بالنسبة للمشروع هو بدأ، لكن أبيك تحدثني عن بداية الفكرة كيف كانت، الآن مراحل التنفيذ، التوقعات أيضا خلال الأعوام القادمة شو اللي بيصير، لوين بنوصل؟ طبعا تعليقا على السؤال الاخير اللي تفضل اخوي خالد بالاجابه عليه، كان عندنا حتى في هيئه معلومات حكومه الكترونيه تخوف بسيط فيما يتعلق بنقل المعرفه، فشكلنا فريق من حوالي 20 شخص بحيث ان يركزون على عمليه نقل الانظمه الحكوميه الى السحابه. طلبنا من شركه امازون ان يكون في خبير يعمل بشكل مترافق مع الإخوان ومع الخبراء اللي عندنا في نقل هذه المعلومات الموجودة. وجدنا أن خلال 2 شهر استطاع الموظفين الموجودين عندنا الشباب البحريني بتدريب بسيط جداً أنهم يتعلمون عملية نقل الأنظمة. اليوم أستطيع أن أقول وبكل فخر أن جميعهم مستعدين لنقل كل الأنظمة الحكومية بدون مساعدة، استطاع أنه يكسبون المعرفة خلال فترة أسابيع، وباستطاعتهم نقل المعرفة بشكل سريع جدا. أما ما يتعلق طبعا بعملية الفكرة، مثل ما نعرف أن الفكرة كانت تراود المسؤولين قبل تقريبا 4 سنوات، شركة أمازون كانت تزور المنطقة من حين إلى آخر، ولكن الفكرة يعني كانت في بداية مراحلها ولم تكن هناك جدية في لدى الطرفين في عملية فتح المنطقة. نضج المنطقة يعني الأنظمة وسرعة التقدم التقني في المنطقة ساهم بشكل كبير في إقناع شركة أمازون في سد الفجوة اللي ذكرها أخوي خالد الموجودة في منطقة شرق أوسط. جدية طبعا مملكة البحرين، زيارتهم لصاحب السمو الملكي أمير سلمان بن حمد آل خليفة قبل تقريبا 2.5 سنين ساهم بشكل كبير جدا في أخذ الموضوع بجد. بعد ذلك طبعا يعني توجيهات القيادة الرشيدة، توجيهات صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد لعدد المسؤولين الحكوميين بضرورة مغادرة وفد برئاسة يعني مجلس التنمية الاقتصادية إلى الولايات المتحدة. ساهم بشكل كبير بإقناع شركة أمازون بأن المملكة البحرين قادرة على استضافة هذه الشركة وإنجاح هذه التجربة وتقديمها بشكل متقدم. طبعاً إحنا الآن إن شاء الله من خلال الفترة القادمة راح ننقل عدد كبير من الأنظمة الحكومية إلى السحابة، راح نساعد كل الجهات الحكومية وشبه الحكومية بأنها تنقل، راح نساعد في تطوير التشريعات بالتعاون طبعاً مجلس التنمية الاقتصادية، تطوير الأنظمة والتشريعات الحكومية بأن نكون جاهزين إلى ذلك. فإن شاء الله حسب ما يعني أعلن شركة أمازون في نهاية سنة 2018 أو بداية 2019 راح يتم إطلاق المركز الإقليمي في مملكة البحرين. مع إطلاق المركز الإقليمي راح ننقل كل الخدمات الحكومية الموجودة على شركة أمازون إلى مملكة البحرين حتى تكون من اليوم الأول هناك استخدام فعلي لهذه الأنظمة. نعم. طيب أستاذ خالد، ما هي نظرتكم المستقبلية في مجلس التنمية الاقتصادي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بمثل هذا الحجم اللي احنا نشوفه اليوم؟ طبعا أول شيء احنا يعني حددنا عدة قطاعات احنا ننظر لها ان هي ممكن مؤهله، البحرين مؤهله ان هي تنافس على هذه المجالات، وكلها حسب نظره المملكه اللي نظره او النظره حق 2030. منها القطاع المالي، قطاع التكنولوجيا، قطاع الصناعه، قطاع اللوجيستكس، وقطاع السياحه. فاحنا نستهدف شركات نظن ان هي بيكون لها قيمه مضافه مو بس من الخارج أو مو بس من أمريكا وأوروبا وآسيا، وحتى من المنطقة. وإحنا نظن أيضا تشجيع المستثمر البحريني أنه هو يستثمر أيضا في هذه القطاعات. فإحنا نستهدف كل المستثمرين، الدينار البحريني مو بأقل من الدولار الأمريكي أو الين الياباني. فإحنا بالنسبة لنا لازم يكون في وضوح للمستثمر ليش البحرين هي تكون الموقع المثالي. فإحنا في بالنسبة حق أمازون، نقطة الانطلاق كانت المقابلة مع سمو ولي العهد. هم سمعوا من سمو ولي العهد نظرة المستقبل للبحرين، النظرة الاقتصادية، وتوجيهات سمو ولي العهد والعمل المشترك في الحكومة من هيئة المعلومات إلى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة المواصلات والاتصالات. العمل الجماعي لم يشاهدونه في أي دولة عالمية، هم يشهدون هالشيء إن إحنا قدرنا نتكاتف ونبرهنهم. وطبعا البنية التحتية، التكلفة للاتصالات اللي نتيجة إلى تحرير سوق الاتصالات في سنة 2005، هذه ساعدنا التنافس اللي موجود. هذه كلها أمور. فإحنا لما ننظر إلى هاي الشركات العملاقة، طبعا هم اليوم لما ينظرون إلى دخول أمازون بيسهل علينا مهمتنا. لما يشوفون شركة أمازون دخلت البحرين، كل شركة اليوم نكلمهم بيعيدون النظر إلى مملكة البحرين. بس لازم يكون في أيضا value proposition، لازم انت تعطي شيء واضح يبرهن له ان البحرين هو يكون الموقع الافضل عن الدول المجاوره والخيارات الاخرى. انا اشكرك جزيل الشكر رئيس التنفيذي لمجلس التنميه الاقتصادي الاستاذ خالد الرميحي، وايضا اشكر من المنام الرئيس التنفيذي لهيئه المعلومات والحكومه الالكترونيه الاستاذ محمد علي القائد، كان معنا من موقع انعقاد المؤتمر بالمنامه. قبل الختام مشاهدينا أشكر ضيوفنا أكيد، ونترككم مع تفاعل المغردين على موقع تويتر حول هذا السبق البحريني. لقاؤنا يتجدد معكم في حلقة قادمة بحول الله، إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.